هل إلنا حق بوان تشيت داي بالجمعة؟ لا. هيدي المعلومة إذا بدك الأشخاص اخترعوها تيسمحوا لحالهم من دون ما يحسوا بالذنب إنه يعملوا وان تشيت داي. وكثير من البيشنتس بيعملوا دايت وبيطلبوا هل في وان تشيت داي؟ بالنسبة لإلي ما لها معنى، لأنه نحن فينا كل يوم نكون عم ناكل صحي، ولكن على وجبة معينة ناكل شيء طلع عبالنا ناكله، هيك ولا منحط براسنا إنه وان تشيت داي. أكتر سايكولوجيكال الشغلة بيصير الواحد خلص معود إنه نهار التنين عنا تشيت داي أو نهار الجمعة تشيت داي، بتصير عادة وكل شيء اسمه عادة منه منيح. بالإضافة لهالشي بتكوني ضيعتي بس وجبة واحدة بدل ما تكوني ضيعتي نهار، فما تعملوا تشيت داي، اعملوا تشيت ميل.